ورحمة الله وبركاته، إخواتي متابعين قناة البيت الريفي للدواجن والزراعة. اليوم بدنا نحكي عن الدوالي أو ورق العنب، شجر ورق العنب. بدنا نحكي عنه أيمتى تقليمه، بأي وقت، وعن الورقة ليش بتكون صغيرة أمرار، وليش العنب بيكون أمرار قليل الحمل أو ضعيف. تابعوني لآخر المقطع، بس رجاءً لا تنسوني من الاشتراك والإعجاب. أنا مختصر كتير مواضيع مشان نوفر عليكم وقت بالفيديو. هذا من البداية بنختار ساق واحد، ساق واحد من البداية بنمشي فيه، كل شيء فيه زوايد بنقصه من البداية، بنختار ساق واحد هيك لفوق. لما يصير فوق عند العريشة بنخلي إلى اثنين فرعين وبنمشي فيهم 80 سنتي. وشايفين كل شيء هاد من تحت من البداية من قيمه نحن، هذا بيجيب الأمراض والفطور والطفيليات تحت منه بيعشب. أنا منظف لنا قسم برجع بس لأنهي الفيديو كله بنطفه. مثل ما قلت لكم بس لتصير فوق على الحديد بنختار واحد اثنين بنمشي فيهم 80 سنتي، بعدين بنختار الفروعة بنشوف كل شيء عروق طالع لفوق بنقصها لأنه بتحجب الشمس على الورق اللي تحتها، وكل شيء عروق نازلة تحت ما بدنا إياها لأنه ما بيصلها شمس. بنختار العرق ومنعد ثلاث عقد، هاد فصل مثلا منه، هي البنت نحن بنسميها، منعد هاد واحد اثنين ثلاثة وبنقص منه وبنمشي فيه. برجع بكفي لكم بس ننظف منها شوي. كيف بدنا نعرف انه عرق اللي بيحمل هو العنب؟ هذا الفرع طالع هيك، هذا خشن شوي، هذا الانعم، هذا اللي بيحمل. منعد واحد اثنين ثلاثة وبنقص قبل الرابع بشوي، شايفين بده يكون اتجاههم لهيك، هذا اتجاهه عكسي، اتجاهه هيك وهي الدالية هيك، هذا بنقصه من تحت، من هون بنقصه، بنخلي اتجاه العروق كلياتها لقدام. هذا العرق طالع لفوق، شايفين بدنا نقصه، ها طالع لفوق بدنا نقصه. هي الثانية عرف بنقص، بنعد واحد اثنين ثلاثة وبعد منا بنقص بالميل. تمام، هذا وضحناه، بنسحب هذا، بنعد منه واحد اثنين ثلاثة عيون، هي العين اللي بنحكي عنها نحن، بنقص. هذا اللي جاي بالعكس حكينا انه ما بدنا اياه، هات منشار. بدنا نخلي اتجاههم كلهم اتجاه واحد، شايفين كيف؟ هاد طالع لفوق بنقصه، هاد بنعد منه ثلاث عيون بنقص وبالنهاية عند الراس بننهي كل شيء هون. هذا ثلاث عيون، هذا ثلاث عيون قصيناه، هذا ثلاث عيون قصيناه بنخليه كله فوق مربع، هذا اتجاهه عكسي قصيناه، هذا لفوق بنقصه. هاي من هون بنقصها نختار قبل العقدة تبعها،
هذا فتح عيون انا اعصوني خليه فوق. النقطة الأهم إنه ما يجي شيء فوق العريشة نهائيا، شيء يظل عليها لازم تاخذ شمس مشان تصح الورقة ويصح العنب، ما تجي الورقة ضعيفة. إذا جاء فوق منها خيال ما وصل الشمس الكافي للورق ما بتصح، وهيك بنكون خلصنا. والسلام عليكم ورحمة الله.